الرياضات الموسيقى الاخبار وزفن سمعك التصويره. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم استوديو خارجي مباشرة من مطماطة القديمة، احدى المدن السياحية الجميلة في ولاية قبس، اين نلتقي دكتور محمد صلاح بن عمار وزير الصحة. سيادة الوزير مساء النور، مرحبا بك. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، ونحيي مستمعين وزيس فام، وانا سعيد الفرصة لهذه. شكرا لك، وإحنا أسعد بهذا اللقاء. قابس ربما هي من المناطق الملوثة في الجمهورية التونسية، لور تستحق برشا عناية في مجال الصحة. باش نطلق بك في عديد المواضيع اللي مطروحة في على المستوى الصحي في ولاية قابس. باش نطلق من مطماطة، أين يحتضن هذا اللقاء؟ عاودوا كل شيء من جديد، على الأقل عرفت السؤال الأول. كي تقول لي أبدو نبدو. مستمعينا الكرام، تحية لكم جميعا من هذا الاستوديو الخارجي مباشرة من مدينة مطماطة، هذه الوجهة السياحية في ولاية قابس أو المتنفس ورئة قابس المدينة الملوثة، أين نلتقي الدكتور محمد صلاح بن عمار وزير الصحة. دكتور مساء النور ومرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا، سعيدة جدا بهذا اللقاء في مطماطة. سننطلق من مطماطة التي تحتضن هذا اللقاء. مطماطة في حاجة إلى ربما عناية أكثر في مجال الصحة، خاصة أن مطماطة القديمة اللي موجودين فيها نحن توا هي تشتكي من عدم وجود مستشفى محلي في الجهة هذية، ونعرفوا عديد الأحداث اللي صارت في الفترة الأخيرة، خاصة الحادث اللي راحوا ضحيته مجموعة من السياح في مدينة مطماطة. مؤسف شوية أنه يعني ما يلقوش حتى بلاكار يهزوا به السياح هذوما باش يهزوهم للمستشفى. هو مستشفى محلي لكنه في الحقيقة هو قسم استعجالي فقط. هل من لفتة إلى هذا المستشفى، خصوصا أن المجتمع المدني في الجهة كان وعد أنه باش يساهم بقدر كافي حتى في توفير العمل على مستوى هذا المستشفى؟ شكرا. أولا نحيي مستمعين وادي سفام، ونعبر على سعادتي بوجودي في ولاية قابس، وبالخصوص في مطماطة اللي هي تعودت نزورها كسائح سنوات عديدة، وحقيقة طبيعة خلابة، ويعني واحد يحس براحة، كنت نخسر المناظر الطبيعية خارقة للعادة. وننصح كل تونسي باش يجي يقضي فترة هنا، يربح عقله، يربح ويفكر في أموره. النقطة اللي طرحتها يعني هامة جدا مطروحة اليوم. الموضوع، وكونوا صريحين مع بعضنا، الموضوع ما هوش مسألة تطوير مستشفى من يعني محلي إلى جهوي أو إمكانيات فقط، لأن الموضوع مطروح بالحق، لكن هو التكامل الجهوي. اليوم ولاية قابس تشتكي من برشا نقائص. احنا كوزارة في الصحة نحكي، جينا باش نستجيبوا للمطالب نتاع الولاية، لكن ما تكون ناجعة الامكانيات اللي باش نحطوها على ذمة الجهة الا ما يكون فما تكامل جهوي. مثلا تحدثت على الحادث الأليم اللي مشاو ضحيته السواح الله يرحمهم. عندنا ساميو 05 وعنده إمكانيات، يلزم يطور دي سمير. يعني الساميو هو لسيلول ديكوت، هو يعني قسم خلية الإنصات، خلية الإنصات وإمكانية نقل المرضى ولا كل من يستحق في كامل تراب الولاية يلزم تكون متوفرة. احنا مستعدين، وهذا تحدثنا فيه وباش نعاودوا نتحدثوا فيه كوزاره، باش نعطيو الامكانيات. اما اللي لاحظته هنا نقوله بكل صراحه حتى في نطاق المستشفى، انه التكامل بين الفرق ماهوش طبيعته مضمون، وكل معتمديه ولا كل قسم داخل المستشفى ولا كل اداره داخل الاداره الجهويه تخمم وتدافع على القطاع بتاعها دون تخزن الاخرين. وهذا نطلب من الاخيان، انا تحدثت كثير مع الاخوه
شنو المطلوب حتى يصير هذا؟ هو هذايا الديناميكية الجهوية يلزمها تمشي، وانا نمشي معك أبعد، الديناميكية الإقليمية، لأنه يلزمنا نتفاهم اليوم. ممكن تطرح علي بعض الأسئلة قبيلة بعد شوية. اليوم نخزر في مستشفى جابس، فما أقسام متطورة فما أقسام مازالت محبسة. يلزمنا نتفاهم. واليوم الحامة طالبة، وغنوش طالبة، وهمارس طالبة، و يلزمنا المجهود هذايا متاع الميزان كوما متاع الإمكانيات، يعني المجهود المشترك والتصور المشترك مازال نقص، بحيث اليوم مطماطة يلزمها تكون مربوطة بجابس بصفة سريعة وبصفة، ويلزم تتوفر فيها، وهنا عندك الحق، خاصة البنية التحتية نحو الطريق نحو جابس. نعم. صعيب شوية، ما نستوى جينا منه، ويلزم تكون متوفرة فيها لمويا بتاع الإسعاف، إمكانيات الإسعاف الاستعجالية، وهذاك حق ما يتناقش. البقية يلزم التكامل. هذه يعني ممكن الجواب طويل شوية، لكن بصراحة حتى كل تنجح مطماطة كقبلة سياحية أبسوليمون عندك الحق، لكن كما قلت لك مطماطة يلزمها تكون مربوطة مع جابس بصفة، خصوصا في وسائل النقل، لأنه اليوم وتو نرجعوا لها يعني آلة تصوير مغناطيسي، قاعة قسطرة باش يتوفروا في جابس، قاعة جراحة، أطباء اختصاص، هذاك لابد تتمتع به مطماطة، لكن لابد المطماطة زاد حد أدنى من الإمكانيات، وهذا زاد خدمنا عليه بحول الله. يعني أهالي مطماطة فما حاجة في ثنية إن شاء الله. إن شاء الله في كل المعتمديات وفي كل إحنا الإمكانيات اللي موجودة على ذمة الدولة متوفرة، خصوصا للولايات اللي هي عندها الأولوية التامة، وولاية جابس من أول الولايات اللي عندها الأولوية في يعني الإمكانيات المادية والبشرية. أنت طرحت جابس، احنا باش نمشوا مباشرة نحكي على الولاية ككل، جابس وارتباط ربما يكون دائما بمركز الولاية. هنمشوا للمستشفى الجهوي في جابس اللي يعاني توا تقريبا أنه ما عادش طاقة الاستيعاب متاعه وتسمح لعدد المرضى اللي موجودين في ولاية جابس، خاصة نعرفوا قبل اللي مربوطة ارتباط وثيق بجابس، فما مرضى أيضا من الشقيقة ليبيا، فما شكون يجي حتى من تطاوين ومدنين. التفكير في بعث مستشفى جامع أو مستشفى جهوي ثاني في الجهة اللي هو مطلب من مطالب المجتمع المدني في الجهة هذه، هل هناك برنامج على مستوى وزارة الصحة لبعث مستشفى جامعي ثاني أو مستشفى جهوي ثاني أو مستشفى جامعي على الأقل، حتى أنه يخفض شوية من طاقة الاستيعاب الكبيرة والضغط الكبير على طاقة الاستيعاب اللي ما تتحملهاش المستشفى الجهوي بجابس؟ شكرا. هذا المشكل مطروح، لكن فما برشة تساؤلات. أولا أنت قدمت حاجة كاني حقيقة، أنه طاقة الاستيعاب هذا يراه صحيح في بعض الأقسام ومش صحيح في أقسام أخرى. التو دوكوباسيون معدل الموجودين في السبيطار على مدة سنة هو ما يقارب 65%، يعني 35% من الأسرة تبقى فارغة، لكن فما أقسام فيها 100% و 110% و 120، فما أقسام فيها 30. ممكن هذا ينجر على غياب الطاقات البشرية وأطباء ذو اختصاص، يولي المواطن متاع جابس مجبور يمشي لصفاقس وحتى لتونس ولا المستير وسوسة، هذا بحيث طاقة الاستيعاب ماهيش هي المشكل الكبير. المشكل الكبير هو أنه المستشفى هذا مبني على الدم، وفيه يعني مستشفى بافيونير، وهالكونسبت هذا متاع التفرقة متاع وسائل العلاج يلزمنا نرجعوها باش نمشيو طول الجو. أنا توا في الطريق ما بين جابس ومطماطة كلمت سيد وزير التجهيز، وخذيت معه مع السيدة نايلة شعبان اللي ترافقني في الزيارة، وخذيت معها موعد باش نشوفوا الأرض هذه اللي هي من المفروض تخصص للمستشفى الجديد في جابس. وكان فما زوز تمشيات، أما نبدلوا صيغة الأرض، صبغة الأرض وردوها من فلاحية إلى، وهذا يتطلب وقت كبير، ولا نشوفوا البلان داميناجمون ونمشيوا لسيد وزير التجهيز هذاك عليه ونتحدثوا معه. وخذيت معه موعد نهار الاثنين الصباح
انا ولا نايله شعبان باش نمشيو وسيد الوالي قاعد يحضر لنا في لي بلان داميناجمون وباش نخصوا هال 200 هكتار هذوما مش للصحه فقط، الصحه باش تاخذ منهم 40 لكن لجميع المرافق اللي تحب عليها جابس هذه باش نبدلوا صيغه صبغه الارض هذه اللي باش تبدل وباش نزرع فيها. وين المكان هذا تقريبا؟ هذا والله قالوا لي في الغابه، انا مانيش ابن الجهه لكن انا مش موضوع انا هذا اللي به الفائده انه باش نلقاو الصيغه القانونيه باش نبدلوا هذايا. وكلمت سي الهادي العربي ومشكور باش نعملوا جلسه عمل معه بحيث باش نجاوبك. احنا شاعرين بانه جابس يلزمها مستشفى من طراز رفيع. السؤال الثالث اللي في سؤالك الواحد هو الصيغه الجامعيه لو كاركتير يونيفرسيتير نتاع المستشفى الجهوي بجابس. عملنا اجتماع قبيلة في الولاية مع بعض ونأسف أن كانوش الكل هنا، بعض الأساتذة المساعدين الجامعيين ممكن المستمعين ما يعرفوش، فما أحداث أستاذ مساعد جامعي في مستشفى جابس حاولنا نلمهم، مع الأسف جاءوا ثلاثة بركة. حبينا نتحدثوا كيفاش نحركوا هالديناميكية اللي هي حلم من عند كثير من الأخوة اللي حكاوا معنا منذ سنوات، وكيفاش تتغير يعني هالأقسام هذه الاستشفائية إلى أقسام جمعية وتتخلق فيها ديناميكية جديدة ويوليوا يجيوا المقيمين ويجيوا الأطباء الداخليين. ولو توا فما ديزانترن راهو في مستشفى جابس الجهوي في البسيكياتري في الكارديولوجي في لكن تولي دي ريزيدان و و و وتحدثنا معهم. اللي نجم نقول لك أن وزارة الصحة وهذايا مستعدة كل ما فما توفرت الشروط، وهي ما فما شروط كبيرة ياسر، فما دابور لفولونتي وثانيا الإمكانيات البشرية، يكون فما أستاذ مساعد احنا مستعدين نبدلوا صيغة القسم من قسم إلى قسم استشفائي فقط إلى قسم استشفائي جامعي، أما شريطة أن يكون موجود أستاذ جامعي هنا. هذا يتوفر حسب ما فهمنا توا في الحديث يتوفر على الأقل في 4 أو 5 أقسام. هذه أول حاجة باش نعملوها كي نروح لتونس، هالأقسام هذه باش نعملوها أقسام استشفائية جامعية. وقبل ما نجي لجابس حضرناها زيارة، تحدثت مع عميد كلية الطب بتاع صفاقس وتحدثت مع رؤساء لجان الاختصاص لكوليج دو سبيسياليتي هذه اللي هي وطنية وموجودة بالكليات، وهما مستعدين باش يفتحوا دي بوست دو ريزيدانا للمقيمين الأطباء المقيمين في جابس. هنا تبقى الكرة إن شاء الله في الأسابيع ولا الأشهر القادمة بين يدين الإخوة الموجودين هنا، يلزم نوفروا لهم الأرضية باش يجي، لأنه هو حر الريزيدان يقول لك أنا هو مناظرة وطنية، ينجم يختار سوسة، ينجم يختار تونس، ينجم يختار صفاقس، ينجم يختار مستير. نحن نعرفوا عزوف على المناطق لا الأخرية. فماش عزوف، لأنه ما نحبش إن 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 تسميها عزوف؟ لا ما نحبش إن نستعمل. أما عندي تجربة في مدنين، فما أستاذ في جراحة العظام اسمه الأستاذ نوف الحداد بدأ يشتغل هكاك منذ سنوات وتعذب. اليوم الأطباء الداخليين والمقيمين تاع صفاقس ومتاع تونس يختاروه قبل برشا أقسام موجودة في صفاقس، ولأنه يعطيهم يعلمهم، لأنه غرمهم، لأنه سيد المدير الجهوي خذا سي طيب شلوف ونشكره خذا على عاتقه وكرا لهم فيلا ويوفر لهم ويلزم نجلبوهم الناس. أما ما نعتقدش أنا والله بصراحة وكل ما غير مجاملة، جابس مدينة جميلة جدا، المنطقة منطقة خلابة جميلة فيها البحر فيها الصحراء، بعد ربع ساعة تلقى روحك هنا في مطماطة، ترجع بعد غديك تلقى روحك على حرف البحر، فيها تراث فيها عراقة. ما نعرفش علاش يقع عزوف على جابس، يعني حقيقة يعني الصورة المسوقة على جابس هي المدينة الملوثة
أو المنطقة التي فيها عديد الأمراض، المنطقة التي تحمل عديد الأوبية، حتى يعني عندك باش تعمل ريسيرش هذا في الانترنت، هذه هي الصورة اللي باش تخرج على الأوبية. الأوبية صارت أوبية متاع إيباتيت في بعض المناطق كما الحامة وغنوش، وفي بعض المناطق وقعت أوبية متاع إيباتيت اللي نجمو نحكيو فيه بكل صراحة. ما يلزمش نخرجوا الصورة هذه، أولا الصورة هذه غالطة، ما فماش عناش حتى دليل اليوم يدل أن في جابس فما أمراض أكثر من الأخرى، لا سرطان ولا أوبية أخرى. الإيباتيت هذه المستمعين اللي يسمعوا فيه الكل ولا أغلبهم جاتهم ما فقوش به في كامل تراب الجمهوري، لأنه الإيباتيت سي ان فيروس أ، الإيباتيت أ نحكي مش البي والسي والأخرى، سي ان فيروس اللي كما الجريب، كما اللي يسمع فيه واحد يقول أنا عمري ما جاتني جريب، جي شوية سخانة شوية مفاصل توجع، في بعض الأحيان تعطي بوصفير، هذه الآرة في بعض الأحيان تكون اختيرة خصوصا عند الأطفال والحاجة. صارت يعني ديزيبيديمي لأنه المياه الملوثة. احنا وزارة الصحة والطب المدرسي سنة عمل جهد كبير باش يحسس الأطفال على غسلان اليدين، على غسلان الخضر، على عدم شرب المياه، وهذا سهل نعرفه. هذا بالنسبة للهيباتيت أ. استناني أختي أنا نحكي لك على الهيباتيت أ، نعرف اللي مش سهل لأنه فما بعض الناس ظروفهم الاقتصادية صعبة ياسر، ظروف الحياة صعبة ياسر، تقول أشرب الماء المعدني ولا أشرب يعني غير قادر. نفهمك، هذه بالنسبة للهيباتيت أ. بالنسبة للأوبية اللي تحكي عليها الأخرى، ما فماش حتى شيء يدل أن جابس فيها أوبية أكثر من الأخرى. أنا واحد منهم ناس وزارة الصحة أو السلطات المركزية تقول أنه ما فماش إصابات على مستوى ولاية جابس، لكن باركونتر المجتمع المدني يقول ربما أنه فما عدد كبير، فما شكون يتحدث على 630 إصابة في البوصفير. ألا يدفع ذلك وزارة الصحة إلى بعث مركز مركز للدراسات والبحوث حتى يكون هو الفيصل بين المواطن والإدارة؟ هذا المركز موجود وزرناه اليوم الصباح، والمركز اليوم زرناه اليوم الصباح وفيه الدراسات هذه، وموجود احدى ال اسمها دي اس اس بي فاللي يا ربي الديريكسيون ريجيونال لا سونتي اللي داره موجود ومفتوح وفيه فنيين. واليوم اول زياره قمنا بها الغادي وباش نعملوا ندعموه بالاشخاص وكل، لكن الموضوع يفوت هذا الموضوع راهو شوف يلزمنا نكونوا علميين، مش واحد يقدم دي دوني وما غير ما يكون عنده السفرية اللي تقول فيه موجود في العقلية، موجود أنه جابس فيها الهيباتيت وصارت يعني يا يوني بيديمي ديباتيت، صارت بيديمي ديباتيت عمناول، ولكن وزارة الصحة هي تجي في آخر المطاف، لأنه المحيط والنظافة اليد والماء والكل ماهوش من مشمولات فقط وزارة الصحة، مالاش نتهربوا من المسؤولية. احنا شنو عندنا الوسائل الضغط؟ اولا نحلوا الماء، نعلموا المواطنين ونقولوا لهم ردوا بالكم، نمشوا للمدارس بالطب المدرسي نحسوا التلامذة، مراكز الصحة الأساسية تحسس المواطن على هذا، هذا اللي نجموا نعملوه. البقية ما فماش تلقيح ضد الهيباتيت ولا حاجة. نحب نحي فكرة زادة وهذه اللي حد الآن مش موجودة، لكن مش نبدأ ونعمل دراسات وهذا المبرمجة مدة سنتين ومازال ما بدأتش على هالفكرة بتاع السرطان، رغم اللي في مستشفى الجهوي فما مركز فيه 6 أطباء اختصاصيين في السرطان، 6 قسم الأورام لسنتر دو كارسينولوجي اللي هو باش يولي قسم يشاع على جميع الجنوب الشرقي كله، هو قطب يعني استشفائي يعني جامعي ان شاء الله ان شاء الله، وهذا وعمومي، هذا اللي به الفايد عمومي وهذا هذا القسم. لكن الدراسات اللي عندنا لحد الان ما تدلش انه فما اكثر اورام في جابس من غيره، مع الملاحظة اللي أنا نجي الجابس ريجوليرمون، وحقيقة التلوث بالبابل يعني ما يش صورة حاجة خلقناها قلتوا قاموا الجوابسية قالوا عنا تلوث، التلوث موجود ترى البحر تشوف الواحة كيفية صارت، هذه ما يش حاجة
بدعة. مش بدعة. لكن تأثيرها على الصحة صعيب دولمتر، مش نكونوا علمين دولمتر اون ايفيدونس، يلزم دراسات على برشا مواطنين وعلى مدة طويلة. هذا اللي حد الآن موقعش، لكن الإحصائيات اللي عنا موجودة وفي الفريق اللي جمعايا، وهنا نحب نشكر الفريق اللي جمعايا، ونحب نشكر الأخيان اللي فرحوا بينا وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل، الفريق اللي كنا باش نتحدث على الموضوع هذا، فيه اختصاصي من السرطان هذا الدكتور الأستاذ حاتم بوزيان، وخرجنا الإحصائيات لحد الآن وش نطمن المواطنين، جابس ماهيش أخطر من مكان آخر في الجمهورية التونسية حسب المعطيات اللي عندنا وحسب الدراسات، باش نكونوا علميين، يعني ما نقدموش حاجة ماهيش، وهني بكل بريدونس يعني بكل تحري، أنا ما قلتش لا ما قلتش إيه، قلت معنا حتى رقم يدعم الفكرة اللي أنت قدمتها. سيد الوزير، نعرف عندك برشا توا مؤتمر باش نتلاقى معاك، وعندك برشا مشاغل باش نختم معاك في نقطه تقريبا حتى المجتمع المدني يندد بينه من رابطه تونسيه لحقوق الانسان، اللي هو كونسر بول في الحامه، رفض وزاره الصحه لهذا المشروع رغم انه مشروع خاص، ورغم انه معناه التمويل لن يكلف وزاره الصحه اي شيء. لماذا رفضت وزاره التشغيل هذا المشروع؟ الصحه ولا التشغيل، وزاره الصحه هذا المشروع اللي عنده طاقه تشغيليه تقريبا كبيره جدا حسب ما قدم في دراسة هذا المشروع، أكثر من 3000 تقريبا موطن شغل بطبيعة حسب ما وجد في البلان تاع المشروع هذا. لماذا وزارة الصحة رفضت هذا المشروع رغم أنه مشروع خاص؟ نشكرك على السؤال. أولا شنو المطلوب من وزارة الصحة؟ الموافقة على هذا المشروع. لا مجال لوزارة الصحة ما تعطيش الموافقة على المشروع، ما عندها حتى دخل، لأنه هو صار مجلس وزاري بالنسبة لهذا المشروع، وقيل أنه نتفهمه. وزير الصحة قيلة هو من رفضه. قيلة. أنا أحب نوضح معك السؤال. لا هني نقول لك، أولا شنو هو المطلوب من وزارة الصحة، مش ما نبدأوش ننقلوا هك، شنو هو المطلوب من وزارة الصحة؟ وزارة الصحة ما تسندش رخص للمشاريع، كل إنسان عنده الإمكانيات يمشي يفتح، هذا متفهمين؟ لازم أنت هذا لازم تكون متأكدة منه. فما كراس شروط الإنسان يمشي يجبدها ويمشي يبني على روحه كان فلوسه حاضرة. نتعداو للسؤال الثاني، ما عندي حتى دخل، حتى وكان نحب ندخل ما ندخلش. وقع مجلس وزراء للاستثمار، وزارة الصحة أعطت رأيها في الاستثمار المشروع هذا، هذيك سؤال آخر، ما هيش رخصة الإنسان، هو الإنسان اللي يطلب، مش ما ندخلش في لأنه البوليميك هذه مع الأسف رابطة حماية حقوق الإنسان ولا غيرها، أنا على ذمة الناس كل، أنا كوزير صحة ما عنديش دخل، تبقى قالوا لي ونطلب منكم ونطلب المستمعين يخزروا للمشروع هذا، ما نتهموش إنسان عد حياته يخدم في البلاد، نعتقد أنه نظيف، بأنه عطل المشروع لأسباب زايد الرجوع إليه. أنا كتقني ومش أنا كشخص، أنا كناطق باسم فريق في الوزارة، شفنا أنه الباعثين هذم، وإحنا أعطينا رأينا كطرف ما بين 20 وزارة، ممكن رأينا كان قوي، إيش قلنا؟ قلنا الناس هذم ما همش قاعدين، ما بنوش ويكون فرش في العالم، في العالم كامل ما فماش، ما عندهمش فرش، ما عندهمش استثمار في هذه الصحة. هذه حقيقة إلى اللحظة هذه موجود. ما تحب البوليميك أنا ما ندخلش في البوليميك، أنا حياتي كاملة نظيف، أنا حياتي كاملة نخدم في القطاع العمومي، أنا عندي فريق نحترمه، الفريق هذا طلبت منهم قلت لهم ما هي ميزان الفريق هذا في القطاع الصحي، تجيش انت غدوة الانسان يقول لك نحب نصنع معمل سيارات، وراني تقول وريني وين تصنع في السيارات، هذايا ما عندهمش فرش واحد في العالم، فماش الاسم الفضفاض هذا والواحد، ما عندهمش فرش واحد في العالم، ما عندهمش، اللي يحب يحل جوجل يخزر ويعطيني وانا مستعد. ثانيا انا اعطيت رأي ما بين 20 وزارة، قرأي كفني خزرنا لقينا مشينا الفنيين، مش رأي شخصي أنا،
انا مش وعلاه نقول لا ما عنديش بالعكس فهمني دونك ما نجم اخزر كيفاش في السؤال نتاعك فما برشا بيجات هو مشروع خاص وانت تعطل فيه وانا مش الوان عطل والنجم انا نعطل ما نجمش حتى وكان نحب وانا ما نحبش نعطل نمشي معك ابعد انا كوزاره صحه من دوري اني نشجع كل المشاريع اللي تستجيب للمعايير وانا مستعد نشجع الناس الكل اللي تحب تبعث المشاريع في نطاق الصحه هنا في الجمهوريه التونسيه وخصوصا في جابس اللي نحن عليها بصفه خاصه يعني مناسب هذه الرساله نقول لك لكن ما تجيش انسان ولا واحد يعمل اربع ورقات ويعمل ويجي يقول وبعد يقول وزير الصحه منعني انا اولا نعاود ناكد ما عنديش حتى وكان حبيت ثانيا ابديت رايي حسب اللي نعرفوه احنا توانسه قالوا هذايا نعطيوا الاشكاليه شنو هي الاشكاليه انهم المطلوب منا دونك الجروب هذا شفنا احنا انه ما عندوش وهو قدامنا حل جوجل واضرب ولا حل اللي تحب كلمنا الناس في الخارج الاطارات في الوزاره ثانيا شو المطلوب 30 هكتار هك ولا 30 هكتار هو شارنيكول فيه 14 هكتار فيه 32 قسم استشفائي 30 هكتار يا اخي انت باش تعمل مشروع ب 100 مليار وبر شريهم على روحك علاش تجي تقول الدوله مطلوب انه تستعمل الاوفشور هذايا كيما للوا 1912 هذايا اللي يحسن على البلوجينات في واحد هنا يولي قالنا احنا راهو ما عندناش عندنا قانون الاوفشور في الجمهوريه التونسيه لكن منصوص عليه ما فيش لي دوكري دابليكاسيون الى يومنا هذا فماش هالأوفشور حتى حد معنا حتى ستركتور أوفشور في تونس هذه خارج التراب يداوي بالدوفيز ثالثا مطلوب دي زافونتاج اللي احنا كدولة ما نجموش مثلا يقول لك نعمل التجارب ولا ندخل الدواء ما غير رخصة ويمشي غادي كاني منطقة تولي هذا المشروع رابعا كي جينا ندرسوا في المشروع مع الاختصائيين وكان انت تحب قلبك يرتاح عايت الاخصائيين عايت الجمعيه التونسيه للمقاومه هذه الامراض السرطان اكسترا عايت وكلهم كي تقراوا المشروع شنو رايكم الكلهم يقول لك لا انا كوزير الاتحاد العام التونسي للشغل يعارض المشروع هذا مش كمشروع كجديه لوتيكا ضده الكليات نتاع الطب ضده جمعيه السرطان ضده الأرضية بيدها واحد يا حبيبي أنا باش نحضر في مجلس الوزراء باش نقول لهم عطيتهم بكلمتين قلت لهم راهو ما عنده حتى فرش فهمني في العالم قال باش يبني مستشفى في الصين الشعبية عام 2017 باش يبدأ فيه عام 2017 ناس محترمين ناس نظاف احنا كتوانسة وأخيرا أنا وزير الصحة والصحة فيها القطاع العمومي والقطاع الخاص احنا اليوم عنا ما هذاش ما عندوش ربط بالمشروع هذا كامل لكن عنا هاجس كبير ياسر هو تطوير خدمات الصحية في ولاية جابس في المؤسسة العمومية لأن انت اختي قريت في المؤسسة العمومية والداوي في المؤسسة العمومية والناس كل تحب تدافع عن المؤسسة العمومية 80% من المواطنين يتوجهوا للمؤسسة العمومية انت دفعت على المؤسسة العمومية انا باش نخدم معاك بسؤال فقط في الختام لانه ما سالتك فيها برشا لا هذا ما فيش برشا اسئله في سؤال وحيد متى سيقع تسمية المستشفيين المحليين بمارث والحامة كمستشفيات جهوية ان شاء الله قريبا الموسيقى الأخبار وزفن سمعك التصويره